الشرطة ياسين هشام العامل بمديرية الشرطة القضائية المديرية العامة في القضية. السيراغيات أو سيارة سمارت باترول هي دورية ذكية، لذلك يعني نقدروا نحددوا السيارات اللي عندها حقها مخالفات مرورية، وسيارات أيضا السيارات اللي بقات عنها على مستوى وطني أو مستوى دولي. أيضا هناك كاميرتين جانب السيارة، الكاميرتين يمكنوا من التصوير بواحد الدرجة ديال 180 درجة، بذلك أنه قدروا يشغلوا عليهم نظام تشخيص بسمة الوجه ما يعرف بالركنش الفاسيال، حيث أنه أي شخص يعني كيمر جانب السيارة، يعني كانت السيارة يعني كتسوق السيارة أو ممركزة في مكان معين، كتقدروا ديتيكتيو السيارة، كتقدر تعطينا شخص والشخص من عن طريق الصورة ديالو، تعطينا الهوية ديالو، أو إذا كان مسكت عنه كتعطينا إنذار على مستوى السيارة.